الحدث مع أحمد القماطي. كما كان متوقعا بات قطيع الميليشيات مفتتا. ينظر قائد كل ميليشيا إلى قائد الميليشيا الأخرى متأهبا، يد على الزناد ويد أخرى تصافح المستعمر التركي في وضعية الركوع والرأس إلى الأسفل متطأطيا. موسم المواجهات قد بدأت نذره عبر تشكيل مجلس ميليشيات طرابلس الذي أريد له أن يقف في وجه بشاغة، أو على أقل تقدير أن يحدث مع ميليشيات مصراتة توازنا. التوتر وصراع العروش بين الواجهات السياسية للميليشيات في مصراتة لم يرسى على قائد واحد ينصب على جثث الآلاف من أبناء المدينة. تحديد الاسم بين معتيق أو بشاغة المتنافسين اللدودين نزل مستبعدا. في مصراتة كذلك كتلة أخرى تدعم قيادات ميليشيوية أخرى، فكلما احتدم الصراع بين المتنافسين اللدودين خرج سويحلي جثة من تحت الرماد بالهاوية مبشرا. لازال التنبؤ بتحديد مكان المعركة الميليشيوية الكبرى أو توقيتها صعبا، فكل منطقة أو مدينة تحتلها ميليشيا كبيرة تريد نصيب الأسد من الغنيمة. وإن لم تمنح لقائد الميليشيا هذا أو ذاك هذه الحصة خرج متواعدا ومهددا. هناك من يتوقعها في كل مكان غربا، هناك من يتوقعها في العاصمة حيث الغنيمة الكبرى، ويتوقع حسمها لصالح الميليشيات الموالية أكثر لتركيا، حيث سيكون الدعم العسكري التركي وصوت المرتزقة السوريين مرجحا. في الأثناء نستمر معكم في رصد تحركات الميليشيات وجرائمهم حتى يتقدم الجيش منهيا للأزمة ويسمع صوته مدويا. والله العظيم أنا لو كان الأتراك بيعطوني أقسم بالله العظيم نعطيهم حتى شيكات مؤج، غير بيعطوني عربات مش نقاتل بهم الهبود، واللي بيعطوني سلاح نقاتل به الهبود والله ما عندي مانع. ولذا المفروض فتح باشاغة والسراج والعيلة كلها تجي تصبح بعد خطاب أردوغان يصبحوا لهم هني وما يطلعوش. لاباتشي خذوا لاباتشي منهم، عندهم 6 ولا 8 باتشي واتياب.
الحدث. أهلا بكم مشاهدينا، أرحب بضيفي في هذه الحلقة من برنامج الحدث الإعلامي محمد محيص. محمد أهلا بك. بداية أهلا وسهلا بك دكتور أحمد وبالمشاهدين الأعزاء. بداية اسمح لي محمد أن أبدأ معك بسؤالك عن طبيعة الأوضاع في العاصمة الآن. صور لي المشهد في العاصمة بعد إعلان الجيش الانسحاب من المنطقة الغربية وإعادة تمركزه في سرت. طبعا احتدم الصراع بين اللصوص وبين الصعاليك والمجرمين. قبل أيام قليلة قام المجرم عبد الحكيم الشيخ آمر ميليشيا 42 حرامي، قام بقتل ميليشياوي من ميليشيا النواصي يدعى محمد نوح من منطقة زاوية الدهماني. هذا الـ طبعا عفوا من منطقة شط الهنشير. شط الهنشير منطقة جل أو مجموعة من سكانها عندهم الأنا عالية، وزي ما صارت في المنطقة الوسطى يشعروا بأنهم شعب الله المختار. فاللي صار أن الميليشيا النواصي وميليشيا توار طرابلس اللي ينتمي لهم الشخص هذا اللي توفى بينتقموا من آمر ميليشيا آمر ميليشيا 42. فقام هذا الميليشياوي بالاحتماء بالميليشيا الردع. في البداية قامت بحماية بيته، وبعدها ذهب إليهم في سجن معتيقة لحمايته، فقام كارا بطرده وقال لكلهم اللي يخدموا معاي صغار شارع فنتوقع يصفوك في لحظة. فذهب إلى المجرم غنيوة. لما وصل للمجرم غنيوة في مملكته داخل بوسليم فمنح حق اللجوء السياسي بمجرد أن عرف مرتكب جريمة قتل. طبعا بالنسبة لغنيوة لما يجيبوا له شخص بيخدم معاه أو كذا يقولوا له الشخص هذا داير جريمة قتل، يعني زي عندكم في بنغازي واحد ضرب واحد كف، والله واحد ناش واحد بكتفه، والله القتل عنده هذا حاجة أبسط من مما يتصور أي إنسان. في مشكلة أخرى أمس صارت بين الردع والبقرة، بين دريدر والبقرة، مشطين هم الزوز جيب مصفحة من ترهونة ودخلوا للمخزن مع بعضهم، فكل واحد منهم يقول للثاني لا هذه اللي خشيت قبلك، أنا اللي فتحت الباب قبلك. ومن الأيام الماضية هم كان البقرة بعد ما جوا مجلس شورى بنغازي بيهجم على دريدر، فخشوا بناتهم وحزوها لأن أيام الحرب، لكن توا في أي لحظة حتولع بناتهم. في مشكلة أكبر صايرة بين فرخ زوبي عبد السلام وبين الميليشياوي وسام الجويلي. طبعا الجويلي يلعب في الحديقة الخلفية متاع فرخ زوبي، وبالعكس ايضا الزوبي يلعب في الحديقه الخلفيه لجويلي. الزوبي تحالف مع رمزي اللفع في ورش فانا لاجل ضرب معمر الضاوي وبشير بشير الملقب بالطوب وهو في ورش فانا. الجويلي بيحط عميد بلديه العزيزيه، وزوبي تحالف مع مرتنتوش وتحالف مع رمزي اللفع لضرب معمر الضاوي ولضرب الشخص الآخر اللي هو بشير الورشفاني اللي حاطه الجويلي. فشن دار الجويلي؟ الجويلي قام بخطف عمر تنتوش وسلم للردع. فزوبي يعني كان يعول على منطقة العزيزية بأنها ممر لتهريب الوقود وبأنها للهجرة غير الشرعية وعدة أمور أخرى. فالجويلي تحالف مع غنيوة، فقام زوبي بالتحالف مع البركي، آمر ميليشيا البركي اسمه سيف الصويعي، حاليا يدور في غنيوة بيقتله وموجود في غوط الشعال تحت حراسة مشددة. الزوبي قال للبركي، قال جماعة البركي أنا نبي نجيب مجموعة مردف وصياع معاي ميليشيات من مصراتة ويهجموا عليه غنيوة ونبيكم أنتم تشدوا بوسليم. فقام الجويلي بالتحالف مع غنيوة ضد الزوبي، وحاليا الصراع على أشد على من يقوم بتأمين مستودع طريق المطار في البريقة. حاليا اللطفي الحراري يبعث لزوبي بأن لو ما طلعتش راو يصير دق بيناتنا، وزوبي جاب مجموعة من ميليشياته ولبسهم لبس حرس المنشآت النفطية وهم مجموعة صيع يتبعوا الثلاثمية. ولماذا هذا الصراع المحتدم تحديدا على تأمين بين هلالين مستودع الوقود في طريق المطار يا محمد؟
لأن الزوبي كان الفرخ الزوبي كان يطلع منا يوميا قرابة 600 ألف دينار تهريب وقود، يعني كانت تخرج وما يدفعوش حتى هو يبيعه في تقريبا بدينار ومش عارف كم سعر الوقود على الحدود، لكن هم حتى ال 15 قرش متاع الدولة ما يدفعوش فيها، يجوا يعبوا يطلع. في واحد كان من مصراته تحديدا ابو بكر من قبيله الشراكسه معروف، كان هو اللي امر حرس المنشات، هجم عليه زوبي وقيده وسكب عليه زجاجه بول ايضا على راسه وعدب اشد انواع التعذيب. فبالنسبه لنكمل سؤالك، زوبي حاليا يرى بان مصادر الطاقه ومصادر الاموال في المنطقة جنوب طرابلس لابد يسيطر عليها بالكامل، غنيوة والجويلي أيضا نفس الشيء، فكل واحد منهم يتحالف مع عدو الآخر. في فرج شكو القيادي في أنصار الشريعة كان مجهز خلية يبي يقتال الضاوي نظام ويقتال ايش اسمه الثاني هذا محمود حمزة وبيقتال مجموعة من قادة الردع، فسمعوا به الردع قعدوا هم نفسهم يبوا يقتلوه، فهرب للسراج تحت حماية الميليشياوي محمود جعفر وما يطلعش خارج جنزور إلا أحيانا يعبر في السريع يمشي للبقرة في تجورة، لكن من الطريق السريع فقط وبتنسيق معين. في صراع أيضا بين الزاوية والجويلي، الـ 65 مليون اللي يعتقدوا انه واخذهن مصطفى بوتيتا طلع لا واخذهن الجويلي، مشوا الزاويه وجلسوا مع السراج وقالوا منيني دافع 300 مليون للجويلي باسم المنطقه الغربيه، وقالوا له الجويلي هذا خان براه اعطانا 20 مليون فقط، وتو حاليا بشكلوا منطقه عسكريه جديده اسمها الساحل اللي هي المدن الساحليه اللي تبدا من كوبري 27 وجنزور الى غايه أزوارة. الجويلي حاليا في صراع شديد مع ميليشيات الزاوية بسبب هذا الأمر، لأن الميزانية الآن حتنقسم. أيضا في مشكلة أخرى بين العجلاتي والنواصي، العجلاتي يرى بأن سيطرة النواصي على جهاز طيب قبل أن نتحدث عن المشكلة يعني بين العجلاتي كما تصفه، وأنت الآن تتحدث عن وزير داخلية السراج فتحي بشاغة، لكن قبل ذلك بالعودة إلى الصراع الآن على السيطرة على مصادر الطاقة أو المستودعات الوقود التي تستخدم في التهريب بالمنطقة الغربية بين الميليشيات المختلفة، اللافت للنظر الغريب أنه لم نرى أي بيان يدين هذه التصرفات من قبل مصطفى صنع الله والمؤسسة الوطنية للنفط التي يديرها، وكان هذا الأمر خارج تخصصه. هم مجرد بيادق، هم مجرد خدم لدى هؤلاء الميليشيات. يعني على سبيل المثال هيثم التجوري ذات يوم مش السراج مدير، يعني مش مصطفى صنع الله مديره اللي هو السراج، دخل عليه في ودخل على مدير مكتبه، ما دخلش على مكتب السراج بروحه، وجايب معاه ورق فيه 10 مليون، فجلس في الكرسي اللي مقابل مدير مكتبه وقال له يا شنابو قال له نعم، قال له تعال هنا، مد الورقه قال له وقع عليه هذه. فهذا مثال بسيط جدا، تصور لما هيثم التجوري بيكلف اللص هذا أكبر خانب في تاريخ ليبيا ممكن هو متاع البحري هذا التواتي، خالد التواتي، قال للسراج ممنوع عليك تعقد الجمعية العمومية إطلاقا ما دمت أني قاعد على قيد الحياة، من 2016 إلى اليوم لم تنعقد الجمعية العمومية حتى لا يقال التواتي. التواتي هذا ممكن يحتاج 50 حلقة، لكن بنعطيكم كلمة واحدة فقط باش نكملوا موضوع اللي صاير في طرابلس. لما شركة النقل البحري اللي مستلمها كان رأس مالها 2 مليار و 200 مليون، حاليا رأس مالها 450 مليون فقط، وهناك كوارث لو يسمعوها الشعب الليبي معاش يجيهم النوم. لكن خلي نكمل اللي صاير في الصراع. في صراع أيضا حاليا بين مصراتة وبين الزاوية. مصراتة قاموا بالقبض على أكبر مهرب وقود في الزاوية وهو وليد كشلاف، ولما قبضوا عليه في المطار كان ماشي لتركيا اعترف في التحقيق معاه أنه يملك 700 مليون بين عقارات وبين نقد أموال من بيع. يعني نعطيك مثال بسيط جدا باعتباره يعرفوه الناس، لهذه الدرجة مئات الملايين، شخص واحد يمتلك 700 مليون قيادي ميليشياوي في الزاوية جناها من التهريب، تهريب الوقود. نعم القصب اللي هو درجة ثانية، القصب يعتبر في 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 الزاوية رابع شخص، يعني هو الصبي 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 عنده مزرعة في بصرة داير فيها مدينة ألعاب مائية،
حوض السباحة من غير مدينة الملاهي للصغار، حوض السباحة لو أنت تمشي على رجليك تتعب، مش بدك أنت تقطع سباحة. فأنا بنعطيك مثال بسيط، التاجر العقارات اللي شرى له زوز فلل في جنزور في جنب مقبرة في جنب كوربة العلواني في منطقة الشرقية مقابل سمافر ولادة سويسي، زوز فلل يا سكان جنزور أكيد تشوفوا فيه مضيهم طافي، كل وحدة بثلاثة مليون ونص. قال لما دويت له على السعر ما ماسكسش لساوم، لا قال غالي لا رخيص، خلاص قال بارك الطول 7 مليون هاي مباركات. فلما شدوه ميليشيات مصراتة قالوا له انت، هو طبعا شدوه في المطار بحجه ان النائب العام تقريبا قبل 5-6 سنوات دايرين في امر قبض، فتو قالوا له انت خانب 700 مليون، شن فيها لو اعطيتنا احنا 80 مليون واحنا توار في بعضنا؟ هو رافض، قال لا انا ندفع 45 بس، ندفع 40 بس. وجماعة الزاوية زاعلين وقالوا هذا تاير حر كيف ينحبس، وتو حاليا ميليشيات الزاوية يديروا في 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 تنسيق ويديروا في في استراتيجيات داخل مدينة طرابلس لخطف قادة ميليشياويين من مصراتة لمبادلته بالمهرب الوقود وليد كشلاف. في ايضا خلافات داخل جنزور على الصراع على السلطة حاليا. طيب اسمح لي محمد قبل ان نتحدث عن جنزور، نعم، وأيضا سأعود للحديث عن الزاوية والتشنج بين ميليشياتها وبين ميليشيات جويلي، لكن قبل ذلك كيف تصف العلاقة بين ميليشيات الردع التي بدأت تغازل الآن فتحي باشاغا وبين قدور والبقرة من جهة أخرى؟ هل صحيح أن التشنج يطبع العلاقة بين كل هذه الأطراف؟ هناك من توقع الصدام أيضا أن يقع في أي لحظة بينهم، هل هذا الأمر دقيق؟ علاقتهم هي علاقة مصالح، واللي ربطتهم هي أجهزة مخابرات خارجية، وعلاقتهم مع بعضهم مثل زواج الضرورة، لن يدوم طويلا ولن يستمر طويلا، وهو حاليا بيكسر بيهم ميليشيات أخرى. وبعدين طبعا المخطط بتاع العجلاتي هو تقوية جهاز الداخلية في ظل عدم وجود جيش، لما داروا الإخوان التنسيق الأخيرة متاعهم حطوا العجلات وزير داخلية باش يكسر الصياع والميليشيات، لأن قعدوا يقاسموا في الإخوان في الغنائم نص بالنص في الاستثمارات في كل شيء، وهم مش مؤدلجين. فالعجلات حاليا هو تحالف مع الردع لتكسير النواصي، والآن داير أوامر قبض مجهزهم، حتسمعوا بيهم في اليومين أو الثلاثة جايات قريبا، داير أمر قبض في المضغوطة هذا متاع أسماء عبد الحميد العنيزي ولطفي الحراري وميليشياوي آخر مع غنيوة لا يحضرني ذكرى الآن، لكن عموما داير أوامر قبض. طبعا الناس شو بيديروا؟ بيجيبوا لطفي الحراري في تحقيق في التلفزيون وبيقعد يسمي الجرائم اللي دارها، والناس بيقولوا العجلات تبارك الله طلع الجرائم هذه كلها وحقق معاهم وشدهم، وهو في الحقيقة يبي الجهاز الأمني، يبي الميليشيات اللي هي اللي تتبعه يكسر اللي بيه ويخلي اللي بيه، هذيما يبي يخليهم لغاية ما يتمكنوا عصابة الإخوان المفلسين المفسدين من السيطرة على مفاصل الدولة. ولكن الصدام أتوقع أنه يكون قريب جدا، البقرة وجماعته يحشدوا في تاجورة، ومتوقع الهجوم في أي لحظة على الردع أيضا. نعم أيضا الصراع بين زوبي وبين مجموعة ميليشيات من مصراتة في قائمة هي موجودة عندي تو نقول لك عليها، اللي هي هذه اللي حتى ربما تسبب، هاي موجودة اللي هو موجودين في عند الحديقة عند غنيوة، هذه حسب ما واحد من اللي مقربين منا انشق، هذا هي عموما الناشطة بنون اللاعب محمد صيدون الكابتن حسن غويلة العقيد جمعة السايح حسن التير يوسف الرقيق خالد السكالي أحمد المليك أحمد الكشكاش خالد الخويلد أصيل هدية صلاح الفكحال عبد الباسط السوكني مالك الفاسي عبد الكريم الزحاف عبد الكبير البريكي الشريف يونس أحمد الطرشاني عبد الله العجيل. هذه القائمة موجودة عند، قال ان في احد سجون الحديقة، وصاير طبعا للأسف الشديد ان ميليشيات هؤلاء اسماء مختطفين، نعم هؤلاء مختفيين قسريا. في واحد من جماعة غنيوة انشق ومشي لاسطنبول
لازالوا على قيد الحياة؟ بأن موجودين في سجن. لازالوا على قيد الحياة. هو في اثنين تم التصفيه. نعم في اثنين منهم تم تصفيتهم ودفنهم في الحديقة. أنا أتحدى العجلات غضوة يجيب الكلاب البوليسية المدربة عليه تحديد الأشخاص وأماكن قتلهم وحيلقوا اثنين مدفونين في الحديقة والباقيين في سجن تحت الأرض ما يبانش من بعيد. أول ما تخش تنزل بالسيارة بعدين يلاقوك ثمان غرف. تمام غرف مقابلات بعضهم هذيهم في قاطع بروحهم اللي هو على اليسار والقاطع اللي على اليمين فيه اثنين غرف فقط. تمكن شخص واحد فقط من الهروب من هذا المكان باعتبار ان النافذة اللي فيها كان الحديد يعني مر عليه عدة سنوات وتمكن من الخروج وبعدين قطع مسافة طويلة جدا حتى وصل لنهاية الحديقة وقفز بعدين للسريع أو للجهة الأخرى اللي هي وراء الحديقة. فالوفيات يتكلموا على المقابر الجماعية هم في ترهونة وينقلوا في ناس الآن من عدة أماكن. فلذلك أنا انتحدى أي جهة غضوة البحث الجنائي كذا إن هم يفتشوا الحديقة عن طريق يعني ذات الكلاب البوليسية المدربة هذه اللي أكثر وسيلة أعتقد يقومون باستخدامها. فهذه الأمر للأسف الشديد ميليشيات مصراتة هددوا غنيوة وعطينا موعد لعند يوم السبت لكشف عن مصير عبد الاخر عبد اللطيف الكريك ومحمد صيدون وباقي المختطفين من مصراتة والتريكي وغيره. فباقي المخطوفين قائمة اللي هم يجي قرابة 20 شخص وفي ناس شافوا يعني زي عادل الرجباني هذا شافوه لما غنيوة كيف خطفه يعني في ناس يعرفوهم ومع ذلك لم يتكلموا إلا علي مصراتة فقط. وكأن شعب الله المختار وكأن التانيين مش بشر. أقتل أي شخص زي مدار النواصي عبد الحكيم الشيخ قاتل مئات أو أقل شيء العشرات 70-80 هذين من 2012 لعند اليوم. لما يقتل حد من جماعتهم يقولوا التار والقصاص وواوا. يقتل مواطن عادي عندهم زي السلام عليكم. يموت الطبيب اللي قتلوه هذا لأن صور السوريين متحشمين فيه أمام السوريين قاعدين يدوروا في كل مكان. يموتوا أولاد الآخر ظلما وعدوانا أولاد العقيد عثمان عبد جليل. يموت البكوش واللي قتلوه هربوهم لتركيا عادي. لكن يموت ميليشياوي والله حد من مدن الثورة زي ما هم يسموا فيها. لكن ما فهموا من حديثك يا محمد نرجع للصراع قبل أن ترجع للصراع. نعم. ما فهموا من حديثك الآن أنه سيتم استخدام ميليشيات الردع لتصفية ميليشيات طرابلسية وميليشيات من داخل مدينة طرابلس ميليشيات محلية على يد ميليشيات مصراتة يقودهم فتحي بشاغة. هذا الملخص الآن في طرابلس. هم الميليشيات اللي من مصراتة حتى لو استخدمهم فتحي بشاغة عندهم أسباب أخرى. عندهم سبب أن هم يبوا يسيطروا على طرابلس مش كرهم في الميليشيات هذه. فقط هو عبارة عن صراع عن النفوذ. وفتحي بشاغة يسعى لاستخدام هؤلاء الأشخاص لمصلحته. كل واحد فيهم ينظر لنفسه أنه هو يخدم بالآخر. أيضا ميليشيا الردع تسعى لتصفية ميليشيا توار طرابلس اللي هم عندهم 13 سرية تقريبا. والأيام الماضية حصل اجتماع فقام ميليشياوي من كتيبة توار طرابلس اسمه دلعوب من نالوت قام بضرب محمود حمزة آمر الكتيبة 2020 بزجاجة ماء أثناء الاجتماع. فأدى هذا الأمر إلى حدود تصادم بيناتهم وقامت الردع بخطف هذا الشخص. فنالوت هددوا قالوا عندكم ساعتين لو ما تطلقوش يخودوا دباباتنا بالكامل في طرابلس. فقاموا بإطلاق صراحة. نالوت وغير الميليشياويين اللي تكلموا يعرفوا ان في مئات من المظلومين موجودين في سجون الردع في معيتيقة. لكن الثورة العدل اللي يحكوا عليها وحقوق الانسان اللي تكلموا عليها انني نتكلم على ميليشياوي لكن مواطن يمشي في 60 داهية ينحبس 5 سنوات 6 سنوات 10 سنوات مليون سنة عندهم عادي. في صراع اخر حاليا بين معيتيق وبشاغة. الصراع اللي صار ان معيتيق دار روحها بيمشي لتركيا. طيب بيلعب سياسة. سوف نتحدث بعد قليل يا محمد في محور سنخصصه. نعم. لبحث الأوضاع في مدينة مصراتة والصراع بين قيادات المدينة وواجهاتها السياسية. لكن قبل ذلك ونحن نتحدث الآن عن الصراعات المحتدمة في طرابلس قبل قليل كنت تتحدث أيضا عن جنزور وما يجري فيها. هناك أيضا حديث على أنها مرشحة للدخول في صراع ميليشياوي أيضا.
نعم نعم، جنزور حاليا ميليشيا السويح وميليشيا محمود جعفر. محمود جعفر جايب مع مجلس شورى بنغازي ومستعين بهم لضرب الميليشيا الأخرى، وميليشيا السويح ينظروا لنفسهم أن هم من التوار الأوائل وعندهم حاضنة شعبية أكثر من هذاك، فحاليا يبوا يديروا انتفاضة في جنزور ضد مجلس شورى طوار بنغازي، وواصل بيناتهم الأمر إلى بعض المناوشات وإطلاق النار أحيانا. وميليشيا السويح لديهم علاقات مع ميليشيات داخل طرابلس على خلاف مع ميليشيات شورى بنغازي، فأيضا أتوقع في أي لحظة أن تحدث شرارة ويحدث صدام بينهم. طيب ماذا عن المرتزقة السوريين الذين جلبهم أردوغان محمد؟ أين يقيم هؤلاء؟ هل لازالوا يقيمون في منازل المواطنين النازحين أم أخرجوا منها؟ جزء منهم ما زالوا يقيموا بالذات شارع ولي العهد، في مواطن من عائلة الحمروني عنده بيت في شارع ولي العهد مشي بيزوره، لزوه سوريين، قال أني فرحت إن ما قتلونيش، قال مجرد ما قلت لهم أني بنتفقد الحوش مش نبي نستخدمه. أيضا واحد تاني ضربوه طريحة في وين ما في محل الخضرة اللي في شارع ولي العهد. أيضا في مواطنين مشوا شكول الردع في قالوا لهم راه كل مشوا ناس يشكي يقول لك انا بنرجع الحوشي، انتم قلتوا يا مهجرين ارجعوا، انا مشيت نرجع لقيت سوري مقعمس في حوشي، قالوا لهم وين تبونا نحطوهم ما عندناش ليهم مكان. جزء منهم رفعوهم لكليه الشرطه، لكن للامانه في صلاح الدين لكن يديروا في حركات سخيفه جدا في مباني طبعا سكنيه في صلاح الدين في المنطقه هذيك. السوري اللي كان في حوش في بيت مثلا عجبات الجلسة أو الصالون أو كذا مريح كذا، يجي يدق على صاحب الحوش يقول له بالله لو سمحت تطلع جايب نرفع الجلسة كأنه أملاكهم. الشرطة في البوابات لما يجي سوري بسيارة مصفحة ولا غيره ما يقدروش حتى يوقفوه، يسوقوا الآن في تندرات يهيجوا في وسط صلاح الدين والخلة والمنطقة هذه. أيضا الجمعة اللي فاتت في اللاسلكي موجود لو في حد في الأجهزة التابعة للداخلية، التندرة سورية خطفت مرأة ليبية ذكروا بعدها في اللاسلكي أن الردع شدوهم، لكن ما فيش أي حاجة ما شفناش تحقيق ولا شفنا أسماء. إذا تتحدث أن هؤلاء المرتزقة السوريين يقومون بانتهاكات جسيمة داخل الأحياء التي ينشطون فيها ويتحركون فيها داخل مدينة طرابلس، تؤكد عملية الاختطاف اختطاف مواطنين في مدينة طرابلس على يد هؤلاء إلى جانب عمليات نهب وسلب يقومون بها أيضا. نعم نعم نعم، هم داروا كل شيء طبعا زي ما قلت لك في يعتدوا حتى على المواطنين، ما يحترموش في الشرطة في البوابات، كل ما تتوقع يعني. جزء منهم دواعش طبعا حنتكلموا عليهم فيما بعد، هذيهم اللي هم مشوا لمسلاتة واللي مشوا لصبراتة، حاليا مدينة صبراتة بصدد الإعلان عن إمارة داعشية فيها. بالنسبة لي طبعا مش مقصرين، وفي جنزور صار حادث سير بين واحد من جماعة شو اسمه الحمزات، هذا اللي هو الحمزات، وبين واحد من ميليشيا فرسان جنزور، وصار حتى الرصاص بيناتهم. في قبل ما ننسى الصراع بين معيتيق وبشاغة، معيتيق اعتقد بأنه بيقدر يلعب سياسة وبيمشي لروسيا على أساس أنه بيوصل رسالة لتركيا. طيب محمد لا أريد أن أقاطعك فقط، لكن أيضا أريد أن أتسلسل في الحوار معك ضمن محاور معينة، سنعود للحديث عن هذا الخلاف والصراع المحتدم بين بشاغة ومعتيق، وأيضا سأسألك عن موقع السويحلي من هذا الصراع أيضا كيف هو. لكن قبل ذلك بالعودة لهؤلاء المرتزقة السوريين، هم يأتمرون بإمرة من؟ بمعنى إذا ما توقعنا اندلاع مواجهات ميليشياوية وهذا الأمر تتوقعه قريبا في طرابلس، هؤلاء سيصطفون مع من ضد من في هذا الصراع برأيك؟ غنيوة مجند مجموعة معاه، كل واحد جماعة مصراتة جزء مجندين مجموعة، جماعة الزاوية معهم مجموعة، جماعة صبراتة معهم مجموعة، هم نفسهم السوريين ما عندهمش آمر واحد ولا هم كتلة واحدة، وكل واحد من اتجاه، وحاليا كل واحد منهم يغدق في المال ويتقرب منهم ويدير في علاقة طيبة معهم باش يقاتلوا معاه. بشاغة يبي يكسر بين بعض الميليشيات، هذا جزء منهم، فهم مجموعة. حاليا الصدام الاصطفاف في طرابلس
واخذ منحى آخر في ميليشياوي كبير اسمه الخبش في تاجورة، هذا اللي قتل العميد محمد سويسي وخديم مليون دينار هو وعبد الغفار قبقوب وزاكي المجدوب، حاليا مصطفى مع علي دريدر ضد البقرة، وهذا معه مجموعة من المجرمين، هو كان مع هيثم التجوري وبعدها رب التجوري اتكي على البقرة، والآن اصطف مع دريدر وأسس ميليشيا خطيرة اسمها طوق العاصمة، طبعا هذه كانت في مثلة وادي الربيع وارتكب فيها جميع أنواع الجرائم، السطو والسرقة والابتزاز والخطف والقتل، عنده 12 استراحة في منطقة لبعيش هذا المجرم، عنده ويقوم حاليا المدة طيلة يعني نقصد في الفترة الماضية بتجنيد الأطفال، شباب مواليد 2003 و2004 يعطي فيهم في تيوتات ويرسل فيهم للجبهة للموت، عنده أخوته الأربعة مدير لهم بيوت هم الأربعة ومشاريع ومزوجهم، عبد الناصر مدير له محل هدايا، عبد العزيز مدير له محل مواد غذائية أو سوق مواد غذائية، هشام مدير له مصحة كاملة اسمها اليشفين، خالد مدير له محل كمبيوترات، حاليا هذا المجرم مستولي على أراضي الناس ظلما وعدوانا في بير التركي في وادي الربيع وفي كل مكان، طبعا هذا من غير المصارف ومن غير المؤسسات ومن غير كل شيء، أيضا في ميليشيا أخرى متعاونة مع المجرم الصندوق، هو للتوضيح يعني ني لما تكلمت علي صغار البكشي لا أقصد جمال بالتحديد وخوته، لكن في مجموعة تنتحل هذا الاسم فداروا جميع أنواع الجرائم اللي تخطر في بالك، وهذين ما يعتمدوا عليهم بعض ميليشيات طرابلس لضرب المجموعات الأخرى لأن استولوا على كمية كبيرة جدا من الأموال، راح نحكي لك باختصار يعني على سبيل المثال جميع البنوك من معرض طرابلس الدولي إلى غاية مطارم إيتيغا، جميع الحولات المونيغرام والوستر يونيون في الفترة السابقة اللي كانت فيها، لما يجيبوا للمصرف سيولة 2 مليون يقولوا للمصرف خود أنت الربع للمواطنين والمليون ونص لي نحن، يقولون باقي الناس طوابير زحمة قدام المصرف شو نديرهم، يقولوا له خليهم علينا نحن ويطلعوا لهم بالعصي، طبعا لما تجمعوا الناس بالالاف فرضوا 50 دينار على كل شخص، هذا من غير الامور الاخرى، ابسط مشاجره يضعوا يدهم على الزناد طول، هم قال لي حسب ما قال لي جمال يجي 150 شخص قالوا احنا انتسبوا لهذا المسمى، مواطن في مصرف الاجماع العربي في منطقه الظهره في جنب عماره الدينار حط حسابه بخوفه، حط له مسدس على ودنه عفوا على عينه، ضربت الطلقه من عينه لين طلعت من الخلف ومات الشخص، قعدوا الموظفين هاربين 3 شهور بسبب الشخص هذا، لما صارت جريمه القتل والناس هربوا حبسوه عند الصندوق اسبوعين وبعدين طلقه، شن سبب طلقته؟ قال هذا عريس ما ينحبسش لانه كيف كان مداير عرس، منظومه ارباب رب الاسر لأثناء أزمة السيولة يأخذوا السيولة ويبيعوا فيها بالشيك، يبيعوا فيها بالدولار بالشيك يربحوا من الجهتين، المصارف تحت سيطرتهم والدولار بدل ما يبيعوا بعشرة يحسبوه بخمستاش، يطردوا من يشاء من الموظفين ويعينوا من يشاء ويجون مدير المصرف يقول له هذا أفصلة وهذا عينة، تصور يحددوا في سقف السحب يقولوا اليوم أسحبوا المواطنين 200 غضوة 300 غضوة كذا، هجموا على ميناء طرابلس وسرقوا منا 400 سيارة تيوتا تابعة للدولة، سرقوهن عيني عينك هم والصندوق، يمنعوا حتى في بيع المنازل إلا بموافقتهم، منزل عزدي الهنشيري قالوا لو ما نشرش إحنا برخص التراب ما ينباعش، وقعد بهذا الشكل، تصور في ميليشياوي اسمها القنطشة لما يسكر يقعد يرمي في شارع 11 يوليو ويسكر في معارض السيارات، بمجرد ما يقول سكروا تسمع السرانتيات وز 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 يسكروا، واحد تأخر شوية ضرب له السيارات متاعها بالرصاص، لما يقول الشخص هذا لشخص نشري منك السيارة آخر موديل يشريها يدهور بها شهرين ويردها ويقول له رد لي فلوسي زي ما هم، تصور مقابل مطعم الروبيان في ملعب كورة واحد من الميليشياويين هذيما اللي ينتحروا في اسم البكشي هم يتبعوا الصندوق، لقى الشباب يلعبوا في كورة قال لهم بنلعب، المشرف على الملعب قال له سامحني راهو الآن الساعة هذه محجوزة لناس تانيين، يمشي يجيب كشيك ويجرف الملعب بالكامل قدام الناس، وهذه حاجة شافوها سكان طرابلس، يوقفوا في رحلات في مطارم عتيقة يقولوا ما فيش طلوع الطائرة لين يركب هذا، نزلوا حد من الركاب، أنطحوا راسكم في الحيط، ديروا جناوح وطيروا،
يعني واحد منهم شاري خيل في عين زارة بقيمة قرابة 20-50 مليون. ال- 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 الخيل لو مش إيرلندي وبمليون ونص أو كذا ما تشتري الشيء. شاريين شقق في اسطنبول تأتيت الشقة فقط ب$100,000 في منطقة بايرون باشا. شاريين محلات ملك في شارع الاستقلال في اسطنبول اللي يعتبر أغلى شارع في تركيا. بانسيون كامل ومؤتتين نعتات جديد حاليا ما يسوقوش في تركيا في سيارات أقل من الفيراري ومن البوغاتي ومن الحاجات هذين. أعقل واحد هم ما يتكلموا عليه صار لتسمم في مطعم، والتسمم هذا بسبب أن المواد اللي يجيب فيها المطعم هي اللي فيها مشكلة، مش يعتذر وتتقلم لو تبوا علاج نعالجكم، أي حاجة تبوها حقكم عليا مشو ضربوا له المطعم بالرصاص وسكروه إلى يومنا هذا. واحد من الناس هذيهم سيطر على سجن عين زارة، حط معاه مجرم اسمه أشرف النعمي يجيب في محرر عقود يقول للسجناء تنازلوا على أملاكم بشنطة. أشرف النعمي هذا أخوه المجرم محمد النعمي اللي معاه المجرم هيثم التجوري، يقولوا للمساجين تبي التحول على النيابة أدفع فلوس. وسائل التعذيب طبعا أبسطها الكهرباء، الفرنيل والمياه الساخنة، وفي عز الشتاء في شهر 12 وشهر 1 في البرد يجبر السجناء على تنحية ملابسهم ويباتوا في البرد لما تصب المطر في البرد القارس بدون ملابس. طبعا معظمهم اللي جاء مشاكل في الكلى، اللي جاء أمراض مزمنة، اللي جاء كذا، يجبروا في السجناء باش أنت تكلم أهلك ويدفعوا عليك فلوس وتدفع. نظام عصابات ونظام مافيات منعوا السجناء من أهاليهم من جلب المواد الغذائية لهم، وداروا سوق داخل السجن حكة المشروب ب$5 أكثر من السوق السوداء، أكثر من ديتي فري، أكثر من كل شيء. في 2015 دار السجن بأكملة وماتوا وأطلقوا الرصاص الحي، ماتوا 9 من السجناء، فالسجناء حرقوا السجن وهربوا. العقوبة الوحيدة اللي داروا لهم اللي هو فصلوه من العمل فقط، لكن الناس اللي ماتوا واللي انحرقوا واللي كل شيء هذا عندهم مهمش. وهذا شيء بسيط جدا 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 من هذه الميليشيا، وهذا شيء كبير جدا ما تذكره الآن من معلومات وفظائع وانتهاكات. نعم. جسيمة ترتكبها الميليشيات في طرابلس. نعم. وفي منطقة الغرب الليبي بصورة عامة. أموال طائلة تمكن قادة الميليشيات من نهبها وسلبها جنوها من التهريب ومن أرزاق الناس وسيطرتهم عليها. لم أعد أستغرب الآن كيف وقف هؤلاء ضد الجيش الذي جاء لفرض السيادة والقانون هناك. أعود إليك، لديك المزيد على ما يبدو. نعم. أنا على فكرة يعني طلبت منكم أن تكون الحلقة 5 ساعات، لكن شكلها عندكم خارطة برامجية فمش حنقدر نكمل، حنختصر اختصار. يعني يجب المشاهدين يعرفوا أن اللي نقول فيه هنا لا يساوي 1% من اللي عندي. هذا رجل من الخمس خطفاته ميليشيات مصراتة ورفعوه لي لسجن مليتا. هذا الشخص بعد ما قتلوه تحت التعذيب، هذا أمر بسيط جدا جدا. هذا الشخص صورته بعد ما تم قتله قبل ميليشيات دمونة والميليشيات المتحالفة معها. هذا الرجل في مصراتة تم حرقه بالنار في سجون مصراتة. هذا الرجل تم قتله بدم بارد بدون محاكمة في مصراتة أيضا. ما هوني جماعتنا طبعا الجرائم اللي صارت في زليتن كان جنكس خان يرجع حي ويشوف الجرائم اللي داروها يقول لهم حرام عليكم. لو يرجع هتلر اللي قتل 50 مليون يقول لهم أنا قتلت لكن ما مش نقتل الشخص بالعرق. هذه من ضمن جرائم الميليشيات في زليتن. هذا الصعلوك اهو، تو نوريكم حتى صورته وين مشيه. هو هذا الصعلوك اهو، خلي التقليبيين حيشوفوا العجائب اليوم. هذا الداعشي اللي طالع مع محمد الحصان يومها، هذا الارهابي، هو هذا الارهابي المجرم ايمن انديشا، هذا اللي عذب في الناس في سجون زليتن. هذا الشخص طبعا قتل تحت التعذيب في سجون مصراتة. هذه رساله نوجهها للامم المتحده والسفارات اللي تتابع فيها الان، اللي تكلموا ويتهموا في الجيش بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانيه.
هذه التعذيب في سجون زليتنا. شوفوا يا ليبيين، شوف هذا سجون زليتنا، هيا هذا اللي مصور مع محمد الحصان، هذا اللي مصور مع محمد الحصان. هذه الصورة ممكن غير واضحة في الطباعة، لكن هذه في سجن ماجر، هذه في سجن ماجر، هيا من داخل السجن. ويتونا أعطيكم حتى صورة من الواحد نفسه، هذا السجن نفسه، صورت حتى السجن من داخل. هوا هذا السجن هوا شوفوه. وهذا طبعا واحد من اللي قتل تحت التعذيب في سجون زليتن. شوفوا يا ليبيين البشاعة، شوفوا الوحشية، شوفوا هذا الشخص اهو، هذا الشخص تم قتله جوعا في مصراته. هذا الشخص من زليتن اسمه علي شميلة، هذا الشخص خلوه اسبوع كامل بدون اكل، نسوه في زنزانة في الساحة، سكروا عليه وسيبوه، بعد اسبوع لقوه ميت من الجوع، سلموه لي بعثها بثلاث ايام. هذا طبعا مازال هذا، خلي العفو الدولية والسفارات اللي تابعوا فيه الان، اكثر من سفارة يقولوا برنامجك اللي توثق فيه في الجرائم نتابعوا فيه، خلي بنشوف البيانات اللي توا قبل ما نجي الاستوديو تبعت المجلس العالمي لحقوق الانسان يتهموا في الجيش الليبي، بينما هؤلاء المجرمين اللي ارتكبوا في جرائم حقيقيه يغضوا في الطرف عليهم. شوفوا الحرق بالنار، شوفوا جرائم حتى الشيطان ما يديرهاش. شوف هذا الرجل ضابط في الجيش العقيد حسين الفتحلي، خطفوه ميليشيا الردع وقتلوه تحت التعذيب. هذا الوضع الآن، هذا وضع اللي صاير، أنا اللي صاير في طرابلس. أنت سألتني في بداية الحلقة شو اللي صاير في طرابلس، هذا اللي صاير في طرابلس. هذا تصور، خلينا سبحان الله، هذا السرقات، خلي يفهموا الليبيين شو اللي صاير. الشخص هذا 300 مليون دولار سرقهم. الشخص هذا من؟ كان في الهضبة يستنى. من هذا الشخص؟ نعم، من اسمه؟ هذا الشخص محمد البكباك اسمه، حاليا موجود في تركيا بسبب علاقة مع زوجة التاجوري، ولما التاجوري علم هرب طبعا لتركيا، وحاليا نحكي لكم هذا السعلوك، هذا التافه اللي الآن يقول ندافع عن الدولة المدنية. هذا الشخص سرق 300 مليون دولار، واحدة من السرقات اللي دارها جاب خالد التواتي ومشون مصرف الأمان في 10 مليون دولار كانوا يتبعوا ليبيا، كانوا في خارج تبع شركة النقل البحري باعتباره أن الشركة كانت تخلص بالدولار، فتحوا حساب بالدولار وعطول المصرف 1,400,000 ليبيات مقابل القيمة هذه، والقيمة هذه سحبوها. لما باعوها بالشيك في ذلك الوقت كان الدولار واصل الخمستاش، خدوه 150 مليون. هذه أبسط سرقة. تصوروا صعلوك حقير تافه زي هذا، شريعة تات بس للفيل اللي متاعها في السياحية اللي قاعد فيها الفرخ هارون ساسي 500,000 دينار. الشخص اللي أتت للشيء الواحد موضوع قال له نبياتات، قال له خذها وعربون 500,000. داير شركات حاليا متاع بدي جارد، وداير كذا، وداير في تركيا، ويشري في جوازات دول أخرى، وطبعا ما يحسابش إن جرائم ضد الإنسانية والخطف والتعذيب اللي دار هذه حتلاحقه. هذا أمر منفصل هو، لكن نحكي عليه باختصار بس باش نمشي للموضوع الآخر. فضليتن الآن أراضي الدولة، الجيزان اللي هي جزء من التوازن البيئي وملك للدولة، حاليا يديروا فيها قطع، حاليا يقسموا فيها ويبيعوا فيها. الوضع هذا الصعلوك، أنا نبي نتكلم على سرط طبعا. هذا الصعلوك مسيمير من مصراته، الأيام اللي فاتوا طلع في فيديو يتكلم يقول أنا والله سرط، أنا بنطيح حياشهم وأنا كذا. هذا عنده حوش في وسط سرط وما فيش ولا واحد قربه. الآن هو كان يعتقد أنه بيخش، حتى سواء هو سواء إبراهيم ليطان هذا اللي توعد في الجيش ليل نهار في جميع وسائل الإعلام، حوشة خوته بالكامل وحيشان بوه، حوشة هو الشخصي، ما فيش واحد خديه بخاخ بس وكتب عليه. شوفوا الفرق بين الدولة وبين العصابة. يا أهلنا في مصراتة
تقولوا احنا ليش ناشين بنحرر سرت؟ تشيني سرت اللي بتحرروها هذه؟ الناس ما يبكون مشراها ما فهموها. نقول لكم أنا أول مركز شرطة انفتح بعد خش الجيش، في ناس كانوا مصادرين رزقهم أولادكم من 2011 ما قدروش يردوها لعند توا. 50 سيارة اف جي لمديرية أمن سرت جو خدوها نزلوها في كوبري سدادة وفكوها كمشة بلطزية صياع وروحوا بها المصراتة. ثالث يوم من دخول الجيش جابوا لهم سيارات شرطة جديدة وتفعلت جميع المراكز والبحث الجنائي. تو لما تقول بنحرر سرت انت ليش لما دخلت ما فعلتش المراكز؟ سيطرتوا على حياش الناس بجميع أنواع البلطجة والخطف والسرقة والتعذيب. دوروها أولادكم، الجمل ما يشبحش في عوج رقبته. أنا راني معاش عندي، اللي بيزعل يزعل، اللي مش عاجبه كلامي يطفي التلفزيون. أفضل جهاد عند الله كلمة حق في وجه سلطان جائر، وانتم جائرين كيف ما بتفهموها فهموها. تعري خاطر توفى عمران شعبان الله يرحمه، جندتوا جيوش ومشيتوا هجمتوا على بن وليد، ومات الآخر بعيو، درتوا حرب في حي الزهور مع ميليشيات الزنتان، ومات اسمه هذا نوري فريوان، درتوا حرب مع سوق الجمعة غير ما قدرتوش عليهم، وصلت الارتال لعند فندق المهاري، يقتلوا وليد شاب قدافي بسيط اسمه مجدي سليم القدافي، قتلوه بدم بارد قدام حوشة فرخ يسكن في مصراته من عيلة البريكي. قعد يسب في الجلالة قدام الحوش، شيخ طلع له قال له لو سمحت راهو في عائلة داخل في الحوش، احترمنا قدرنا وامشي سب بعيد. ياخذ الكلاشن بتاعه ويفرغ فيه المخل 4 طلقات طول، وقعد لليوم الفرخ هذا قاعد يدهور، ما فيش واحد قال له تلت الثلاثة كم الناس. لو من طلع من هذا الشخص مع ال 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 نعم. اسم هذا الشخص محمد الذي... سليم القدافي مجرم هذا من عيلة البريكي في مصراته، القضية كلها معروفة، اسمه الأول ما نعرفاش لكن معروف الفرخ كان في قوة حماية سرت. طيب كل هذه التجاوزات ارتكبتها ميليشيات مصراته في سرت بان سيطرتها عليه على المدينة. مع ذلك نعم في أكثر من 140 قتيل يا محمد من ميليشيات مصراته، وهم يحاولون التقدم باتجاه سرت ويتحدثون على أنهم جاءوا لتحرير المدينة. في إصرار غريب من هؤلاء رغم كل هذه الجرائم التي ارتكبوها بحق أهالي سرت. برأيك ما الذي يحرك هؤلاء لمحاولة غزو سرت مجددا؟ في ناس ضحكين عليهم، في ناس مغرر بيهم، في ناس أغبياء، في ناس مغفلين قايلين لهم الجيش جاي بيدمر مصراته، والجيش جاي بينتقم من مصراته، والجيش جاي بيقتل مصراته. على من تضحكوا يا كدابين؟ الحي رقم 1 في سرت، محلات الذهب اللي على الطريق كلها أرزاق مصراته. من اللي وصل فيها؟ خلي الآن يسمعوا فيا، يعني عائلة كبلان في سرت اللي عندهم محل أكبر محل ذهب، قولوا لهم بالك في حد مسكم من الجيش. عائلة عبد الكافي محلاتكم اللي في الحي رقم 1 متاع الذهب ومحلكم متاع العطور، من اللي جه جهتكم؟ عائلة غيره معاش تحضرني لأسماني، ما فيش ولا واحد مسهم عندهم. كل واحد يقول لك أنا اندافع على روحي جايني بيدمرني. كيف بيدمرك؟ أنا أمس بس نتكلم مع أخوي محمود الورفلي، قال لي قلت له شني قصة الفيديو والكلام، وفي ناس أولوا تأويل تاني، قال لي إحنا ندوروا هدفنا الزنادقة والخونة والمجرمين، لكن هلنا وناسنا ما عندنا وين نمشوا منهم. تصور يعني أرض الدولة اللي في حي 700 مصنفة منطقة خضراء، قسموها وباعوها. معيتيق اللي هو معيتيق مشيل سرت، فرحوا سكان سرت ومعيتيق جاي وخش بهذاك الرتل، يحسبوه بيتكلم على الإصلاح، بيتكلم على الإعمار، على البناء. جاهم قالهم الجيزة البحرية بنشريها بنديرها منتجع سياحي، كل واحد اللي حوشه يسوى 100,000 بنشري منه ب200,000. ففي ناس رضت تبيع وفي ناس ما هيش بايعة، فما صارش لما واحد باع وواحد لا، هو يبي يشري المنطقة بأكملها. تصور جلالك شيرة اللي انتم تقولوا شهيد، انتم قولوها زي ما بتقولوا، ني والله معاد عندي فيكم حاجة في كلمة الحق، ولا مسايركم ولا متحشم منكم ولا عادي همني اني انساير وانسان في الباطل وكانت تطبق السميع على الأرض. مش تقولوا والله نقتلوك، والله لو تحطوني في نار جهنم كلمة الحق ماني ساكت عليها. يا راجل الراجل هذا
فاك عمارة مواطن من سنة 2011، انتم علقوا اكتبوا على الجدران شهيد لي انتعيوا، لكن هو الناس التانيين اللي يعرفوه يقول لك جدران الراجل هذا ظالم. ميليشيات في بيوت الناس معقولة؟ عائلة عندهم سطر سبع حشام خوت بانيين في جنب بعضهم تاخذهم منهم الميليشيا هذه متاع ميليشيا متاع البنيان اللي بعدها يسموها قوة حماية سرت. قالوا لهم الناس بعد حرب سرت جوب يسكنوا في بيوتهم، قالوا لا هذين والله حشام في جنب بعضهم واحنا نبوا نكونوا الكتيبة قريبين من بعضنا. تباه يد حوش لا احنا حررناكم، احنا حررناكم معناها اطلع برا. تصور يا راجل، داروا إشاعة ان اي واحد مع البنيان المرصوص يدوروا فيه الجيش. 604 جزم البنيان المرصوص تخيره قاعدين تل المنصه اللي في اللافته اللي في جزيره الزعفران اكبر لافته، في شباب من سرت انتسبوا الكتائب من مصراته وما داروش جرائم قاعدين يدهروا في وسط سرت. طيب. في 30,000 مصراتي طلعوا لي. اذا كان آمر المنطقة هو، خلي نكمل لك حاجة بس يعني، وأريد أن أنتقل بك أيضا للحديث عن الوضع الداخلي في مدينة مصراتة. نعم. يا محمد، وأنت الآن تتحدث أنه في محاولة للزج بالشباب مجددا عبر نشر أكاذيب بأن الجيش يريد أن يلكل بمدينة مصراتة أو يمارس فيها انتهاكات. من الذي ينشر هذه الأكاذيب؟ من الذي يسيطر على المدينة عمليا؟ من الذي يدفع الشباب للموت ويحاول دفعهم باتجاه غزو مدينة سرت؟ أولا الإعلام حمد وموزة، الإعلام الموجه من قطرائيل. ثانيا في أشياء نيراني نتكلم عليها وحنتكلم عليها في جزء من هذه الحلقة الناس ما تعرفهاش للأمانة. يعني لما يقولوا لأهل سرت احنا حررناكم احنا حررناكم، باهي سؤال، جميع مخصصات الجهات العامة في سرت من اللي خذها في سنين اللي فاتن أسألوا عليه ونيس فوزي ونيس، واسألوا عليه محمد الشاوش خو مصطفى الشاوش آمر كتيبة النسر. إذا كان الناس اللي في مستشفى بن سينا توا يسمعوا فيا قولوا لهم قديش هؤلاء الناس خنبوا باسم سرت وقديش كلوا من الزقوم. هذا مثال بسيط. الأشياء الأمر الآخر ما يعرفوش أن مصراتة اللي من سكان سرت نفسهم قالوا لي حتى احنا بنقاتلوا مش الجيش بس، هم قالوا كان جوه الضياع اللي هم قصدي صغار عمهم وضناهم من جهة أخرى، قالوا لما الأمن والأمان والنظام اللي شفناه في سرت توا عائلات كلهم بالكامل، أمس تكلمت مع مجموعة كبيرة منهم قالوا لي تشعر بها فعلا بأن في دولة. كتيبة الداعش هذه اللي تكلموا عليها أنا سألتهم قلت لهم هل نزلت من السماء باي؟ ليش يا أهل سرت ما قاومتوش الدواعش من الأيام الأولى من لما رفعوا العالم الأسود؟ قالوا لي فرضتهم علينا مصراتة بالقوة. كيف؟ قالوا خشوا بكلمة اسمها كتيبة الفاروق المجلس العسكري مصراتة. وين نقدر نواجه مصراتة احنا في ذلك الوقت في 2012؟ كيف كبروا وكيف قووا؟ عن طريق الناس من مصراتة. السيارات اللي قاتلوكم بها لما مش تقولوا احنا 700 شهيد قدمنا في سرت بهي تمام 100% هذه أنا نقولها وانت تقولها اعتبارنا احنا من مصراتة، لكن الجيل المواطن في سرت يقول لك انا بالعكس انا دمرت لي 1500 حوش قاعدات طايحات اكثر من 50,000 ولا 60,000 ولا وقداش يباتوا في الى جانب انه هذه الجهه ميليشيات مصراتة هي التي مكنت داعش اصلا من احتلال المدينه. يقول لك هو اللي مكنتهم. تصور تمشي واطيات عليها سريليونات وتعالب تطلع من مصراتة على اساس انها ماشيه البنغازي، على اساس ان تاجر بايع الواطيات هذه، يتلقوا الدواعش في جزيره بوهادي ويشدوا عليه كلاشنات والناس يبدوا يتفرجوا. السواق ينزل يقولون باي خلاص هيا وين تبوني نمشي، يقولون هيا اتبعنا للمقرنا، ينزلوا السيارات مفروض إجراء. والمشكلة في نفس الوقت يمروا واطيات لتجار تانيين فيهن مرسيدسات وفيهن سيارات وخرات ما ينزلوش فيهن الدواعش، لأن هدينا السيارات واخدينهم بالاتفاق مع عروس من مصراتة وقبضوا على دواعش. أنا قلت لهم كنكم طلعتوا داعشي واحد لما طلعوا الدواعش من درنا لسرت
وطلعوا في الليل، وفي ذلك الوقت الجيش الليبي ما كانش عنده طيران ليلي، وطلعوا من درنا لعند جدابية من الطريق الصحراوي خلال 4 ساعات. قلت لهم كلمة لين وصلوا جدران، ومن جدران بعدين كملوا من الطريق الساحلي لين وصلوا سرت. قلت لهم لو لقيتوا واحد بس من الدواعش هديمة قال لكم ان احنا خرجنا بالتنسيق مع الجيش، والله ان احنا خليفة حفتر دارنا ممر آمن، قلت لهم اطلعوا في التلفزيون قولوا الكلام هذا، والله جيبوا محققين دوليين يشهدوا عليه. ما لقوهاش الحاجة هذه، عرفوها أسطورة، عرفوها كذبة. ترات المعمر القدافي لما طلع من سرت تمشلولة مش ضربة النيتو وهو بيناتكم راه طلع لين وصر للصحراء. فاللي صار انه يوم معين احتاجوا سيراليونات، احتاجوا شم أكسنات، هذو اللي داروهن للحسبة. فجأة بعد يومين صار اجتماع للدواعش وقعدوا يلموا في سرت من الناس اللي عنده أكسنت يبيعها. بعد يومين جو زوز واطيات من مصراتة على اساس ماشيين بايعين البضاعة في الشرق ووقفوهم الدواعش وخذوهم. باهي بالعقل لو ما فيش ايادي سودة داخل مصراتة تدعم في الدواعش نفسهم، ليش من اول واطي نزلوه ما جوش علنوا في داعه مصراتة وفي الصفحات وفي كل داعات راهي سرت يا جماعه الخير مسيطرين عليها دواعش وراهم نزلوا السيارات وردوا بالكم. قعدت تمشي واطيات السيارات باستمرار لين علنوا دولتهم. عمليه الشروق اللي داروا، عمركم سمعتوا في اي حرب في مصراتة داروا ان اي واحد يبعث 4 سيارات ياخذ سياره مجانا؟ هذه داروها حرب الشروق طريقة لتمويل الدواعش بالدخائر وبالسيارات. كانت تطلع سيارات من مصراتة على أساس رافعة ذخيرة لحرب الشروق وهي توصل لعند سرت تاخذ يمين وتنزل لهم. ليش انتهت حرب الشروق فجأة بدون أسباب؟ تو أنتم ماشيين بتحرروا المواني. حرب الشروق، حرب ما يسمى بالشروق، كانت وسيلة لدعم تنظيم داعش إبان سيطرته على سرت بالذخائر وبالأسلحة تحت ذريعة داعش هي التي كانت تقوم بالسطو على هذه الأرتال أو السيارات المحملة بالذخيرة التي كانت تتجه باتجاه الموانئ النفطية. يذكرنا أيضا بعملية هذه قبلها سرقة السيارة المصرف محمد، هذا في المرحلة الأولى إبان المؤتمر الوطني. نعم. وسرقة 800 مليون. أيضا هناك من يتحدث عن تواطؤ من المؤتمر الوطني أجنحة تابعة للإخوان المسلمين فيه لدعم تنظيم داعش بالمال. نتحدث أيضا عن هذا الخلاف الدائر داخل مدينة مصراتة بين بشاغة وبين معتيق منذ بداية الحلقة وأنت تريد أن تتحدث عن هذا الخلاف، لكن هذا الخلاف محمد طفى على السطح على أعقاب أنه أو على الأقل استمعنا لذلك نحن على وسائل الإعلام عندما بشاغة دفع شباب من مدينة مصراتة للذهاب إلى سرت عكس ما ذهب إليه أحمد معتيق الذي طالب منهم عدم الذهاب إلى هناك. حدثني عن تفاصيل هذا الأمر وأسباب الصراع بين رجلين. معتيق يبي يدير روحه فالح ويبي يدير روحه بيلعب سياسة، فش اللي داره؟ اللي داره أنه مشير روسيا على أساس أنه بيضغط على تراكب يلوي لهم درحهم أن احنا أنا نسقنا مع روسيا وأن احنا يعني نقدروا نلعبوا سياسة معاكم وأن احنا قصدي معاش محتاجين لكم بكثرة، زي التوازنات الدولية اللي يديروا فيها بعض الدول. على سبيل المثال مثلا يعني إسرائيل أكبر حليف لأمريكا لكن تدير في علاقات مع الصين، وفي يوم من الأيام باعت طائرات يعني معدات تقنية متطورة جدا للصين، ولما أمريكا أسقط الطائرة الصينية يقول معدات هذه ما بعتهاش لأي دولة إلا لإسرائيل. فنفس الشيء روسيا وأمريكا أعداء لكن تلقى بعض الدول المهم. فموضوع يطول شرحه، خلينا نرجع لك للكلام. معتيق أول ما رجع لليبيا تركيا قررت تدين لقرصة ودن وتقول لأني نلعب سياسة مع أمريكا وأنني ننفذ لها بعض المشاريع في المنطقة، وأيضا نلعب سياسة مع روسيا وأنني نمرر خط الغاز الروسي لأوروبا ونستخدمه كورقة وأنني نشري المنظومة تسر 400. لكن هذه دول تقعد تدير في بعض المعادلات، لكن يقول لا أنت يا معتيق أنت خادم عندي في بعض الدول. تو على سبيل المثال بعض الناس يعتقد أن روسيا على سبيل المثال هي حليفة للجيش، بينما روسيا أكثر هي من حاربت الجيش في الوقت الحالي ومن أضرت به ابتداء من هدنة الشياطين هذه اللي داروها لما قريب الجيش وصل لطرابلس، وصولا إلى محاولة استخدام ليبيا كورقة
تصفية مشاكلهم مع أوروبا في القرم وفي أوكرانيا وفي غيرها، والموضوع الصواريخ البالستية في وارسو في أوكرانيا. ف يعني احنا وغيرنا نعرفوا ان ان ان, إن هذا الامر هو اللي صاير، لكن الاطراف الاخرين يعتقدوا ان هم في ظل التشرذم والضعف الحالي يقدروا يديروا سياده لليبيا. فلهذا السبب طلع عم ايتيك ورد على بشاغة وقال ان بشاغة هذا له علاقه بالامن والشؤون الداخليه وليس له علاقه ب بالخارجيه والامور هذه. فخلي نكمل لك هذا باختصار، يعني خلي نكمل لك موضوع اخر ونرجع لسؤالك. معركه الشروق قامت لاجل التغطيه على ارسال الاسلحه والدواعش الى تنظيم، عفوا، الاسلحه والدخائر الى تنظيم داعش الارهابي، بدليل أن هذا التنظيم أعلن الدولة الإسلامية بعد حرب الشروق مباشرة، بدليل أن جميع الأسلحة والعتاد التي يحتاجها لإعلان دولته كانت متوفرة. هذا السبب الجانب الأول. الجانب الثاني المهم أيضا أن إسماعيل الصلابي وغيره والثاني هذا ونوري بوسهمين، واحد منهم جاب 18 مليون والثاني جاب 42 مليون لهذه الحرب. ليش جابوا المبلغ هذا في حرب الشروق وما سمعت وانا ما سمعتش ولا في واحد تكلم ان الصلابي دفع فلس واحد في الحرب ضد الدواعش فيما بعد لما اعلنوا دولتهم؟ وليش اسماعيل الصلابي في هدارزة يقول ان احنا فتحنا حرب الشروق لاجل تخفيف الضغط على وسام بن حميد وجماعته في بنغازي؟ معناها يا ليوال محجوب ويا شباب مصراته، الخمسين والله الستين اللي توفوا الله يرحمهم في حرب الشروق معناها اسماعيل الصلابي يستخدمهم ادوات لدعم اللي انتم بنغازي تقولوا عليها مجلس شورى دواعش بنغازي. بعدين ليش اللي كانوا متمركزين من مصراتة في ميناسرت ليش طلعوا من وسط الدواعش بالضبط؟ فهموني كيف ما طلقوش عليهم الدواعش ولا طلقة؟ معروفين مجموعة وبالكتيبة وبالاسم داعش، قال اني سيطرت على سرت وهم في ميناسرت وطلعوا رتل واحد والدواعش يتفرجوا. فلذلك ليش معركة الشروق انتهت فجأة؟ توا معركة طرابلس سنة وشهرين ما وقفتوش، قلتوا يحني الجيش، بينما جدران حاربتوه شهر وبعدين وقفت، توا انت ماشي بتحرر المواني والهدف ما حققتاش، ليش روحت؟ هل لأنك خلاص اللي الهدف اللي ماشي به وبعدين يقاتلوا مش عارفين ليش يقاتلوا؟ قاتلوا الجدران وحاليا يقاتلوا معاه، قاتلوا عماد الطرابلسي وحاليا يقاتلوا معاه، قاتلوا زمان جماعة ورشفانة وجزء كبير منهم عمر الضاوي مش عارف من يقاتلوا معاهم، قاتلوا جويلي، قاتلوا أغنيوة الآن يقاتلوا معاه، قاتلوا الجويلي الآن يقاتلوا معاه، ما معاش تعرف يعني، ويتكلموا إن هم نصرة الحق وإن هم على حق وإن هم تي حق اللي تعرفوه. توب الله عليكم، هذا ميليشياوي اسمه عثمان الزوام، هذا مطلوب من نائب العام في قضايا قتل، خاش هو ومدير مديرية أمن الخمس خاشين مع بعضهم جميع، يعني تصوروا ميليشياوي مجرم مطلوب للنائب العام يبدأ يدهور. وبعدين الفضيحة والكارثة اللي بتديره لنا، أردوغان بيزور مصراته وبيزور طرابلس وطالب رئيس المخابرات بتاعها طالب مظاهرة. بعد قليل سوف نتحدث عن هذه الزيارة، هذه زيارة للوفد التركي، لكن لازلت أريد أن أتحدث معك عن الأوضاع في مدينة مصراتة يا محمد. أريد أن أتحدث معك عن هذه الصراعات على قيادة المدينة بين أحمد معتيق وفتحي باشاغة عبد الرحمن السويحلي من جهة، أيضا هناك حديث عن دور يريد أو يحاول أن يلعبه دبيبة أيضا في قيادة مدينة مصراتة. برأيك من هو الأقرب للأتراك ومن هو الذي سينصبه الأتراك حاكما على مدينة مصراتة وصاحب النفوذ الأكبر على طرابلس المحتلة؟ هم طبعا مش هيستخدموا حد معين، ربما يستخدموا أكثر من شخص ومدى بيهم أن عوامل الصراع تكون موجودة.
وماذا بهم أن قصدي يعتمدوا على مجموعة من الأشخاص، وهو حاليا أصلا ما فيش حد يحكم، لا بشاغة ولا السويحلي ولا حد، هو حتى بيت المال وغيره اللي تشوفوا فيهم في الغرف هذه مجرد يعني مجرد قصدي بيادق فقط بالنسبة. طيب بيادق، لكن بالأوامر فقط. هناك حديث الآن عن تثبيت لوقف إطلاق النار لتشكيل حكومة بعد ذلك، إذا ما تحقق هذا السيناريو بالتأكيد مصراتة سوف يكون لها دور، ويبدو أن هناك صراع على تمثيل مدينة مصراتة في أي حكومة قادمة. أنا نشوف أن ما هوش تمثيل مصراتة، تمثيل الإخوان المسلمين في مصراتة. فبالله يا دكتور أحمد تواني بس أوف غير كليماتيزوغ سلتو بليل في شوا متنو أسي فغيل كليماتيزور، الجو ساخن جدا للأسف ومكيف شكله طفوه والله ما عرفتش. فقلت لك يا أخوي أحمد، فقلت لك الموضوع وما فيه هي ليبيا الآن مستعمرة تركية، الآن الأتراك خشوا بقوة خشوا لليبيا ومحتلة، ولو في تمثيل حيكون مش لمصراتة فقط، للموضوع حيكون للإخوان المسلمين فقط، وحيكون للناس اللي ترضى عليهم تركيا. بالنسبة لمصراتة الآن ولا السراج ولا طرابلس، اللي صاير إن المجموعات هذه كلها معاش قادرة الآن على محاربة تركيا وغير قابلة على محاربة حتى المرتزقة السوريين. أنت تتكلم علي 14,000 مرتزق مدربين تدريب عالي، وبعض منهم ينتمون لجماعات متطرفة. بمعنى الكلمة الحقيقية لتركيا الآن على الأرض ليس لمشيلات من مدينة مصراتة أو من الزاوية أو من غيرها من المناطق الأخرى، بمعنى أن تركيا قادرة على كسر شوكة أي ميليشيا تناهضها في الغرب الليبي المحتل الآن من قبل تركيا. لكن بالعودة لجزئية مهمة أثرتها قبل قليل، معتيق يطالب شباب مدينة مصراتة بعدم الذهاب لاحتلال سرت، بينما بشاغة يتمسك بدفعهم إلى هناك. ما الذي حدث حسب معلوماتك؟ اللي حدث أن الأمر لا عند بشاغة ولا عند معتيق، الأمر عند أردوغان. أنين تحداهم أن هم حد منهم قصدي يصدر أمر بالتقدم أو بالتراجع بدون التنسيق مع تركيا، تحداهم تحدي. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، الناس هذه خلال فترة بسيطة جدا حيصير لهم زي جماعة بخارة اللي خشلهم جنكس خان واللي تحالف مع مجموعة منهم ضد مجموعة أخرى وبعدين دبح العملاء قال ما لا يؤمنوا خيرهم. حاليا تركيا صرحت تصريح خطير جدا ورد في وسائل الإعلام بأن تركيا تجري مشاورات مع حكومة الصخيرات لاستخدام قاعدة الوطية في غرب البلاد. حاليا انطلقت صيانة قاعدة الوطية وفي وسطها مهندسين أتراك وجايبين عمال أفارقة يشتغلوا معهم. طبعا من ضمن الأشياء قالوا ممنوع أن حد عمال مصريين ممنوع قالوا لأن بينقلوا أسرار، فيجيبوا مهندسين حتى الليبيين لا مهندسين أتراك والعمال ما يندروش حتى عن عمل. لهذه الدرجة أنت تتحدث في تحضير الآن لاحتلال قاعدة الوطية؟ نعم. وتحويلها إلى قاعدة عسكرية. نعم. بمعنى حتى الميليشيات التي ادعت أنها حررت قاعدة الوطية لا تتمكن الآن أو تمنع من الدخول إليها حاليا. نعم. من أنت حداهم واحد منهم غضوة يصور في الوطية كان خلوه الأتراك. دايرين مجموعة من الجميل ومن الرقدالين ودايرين مجموعة من الـ من 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 زلطن دايرين لهم عقود لحماية القاعدة من الخلف من فقط يعني الأسوار البعيدة جدا، لكن ده ودايرين لهم عقود 6 شهور فقط. وحاليا في معسكر التجيش في الجميل جايبين مرتزقة سوريين يوتوا فيهم إلى المرحلة اللي بعدها. حاليا لا أعرف هل هو للتدريب هل هو للتنسيق شن سبب أن مجموعة طبعا اللي ساهموا في سقوط الوطية مع ميليشيات الجويلي الطاهر صولة سليمان الدوادي ناصر الحداد سعد التايب أحمد ضياف عبد الحفيظ الراشحي محسن الحداد محمد نيني الكوني السعيد صالح بوشنقورة نوري سلطان أحمد ضياف غيره غيره غيره، هؤلاء هم الذين سهلوا الاحتلال التركي
احتلال ليبيا، وأعتقد بأن بعد ما تركيا لو أنها تمكنت من السيطرة على الوطية وجابوا المرتزقة السوريين يحموا فيها، حتصبح بمثابة دولة داخل دولة، وحيصعب جدا جدا حتى لو أرادت حكومة الصخيرات فيما بعد أنها برأيك هذه هي أسباب محمد زيارة هذا الوفد التركي الرفيع إلى طرابلس، وفد برئاسة وزير الخارجية والمالية ورئيس المخابرات التركية؟ يا دكتور أحمد، الناس هذي ما راهم مش حتى جايين يشاوروا فيهم، هذي ما جايين مش حتى الموضوع للتشاور، جايين لإصدار أوامر فقط، وجايين للتنسيق لزيارة أردوغان المرتقبة، باش يقعدوا يقولوا له مرحبتين بكازي روما من غير ما هناك حكومة، هذا الموضوع وما فيه راهو. إذن تؤكد أنه هناك نية لزيارة من قبل أردوغان إلى طرابلس، وربما هذا الوفد جاء ليحضر هذه الزيارة. في معلومات تتحدث أنه أردوغان طلب يكون هناك استقبال شعبي كبير له في مصراته في طرابلس. نعم، هو هذه هي اللي حتفضحهم. الآن بزوز مليون في طرابلس ما فيش ولا شخص يقدر يعبر على رأيه بأن هو يقول أنا مثلا نبي الجيش، لكن لما يجي أردوغان من بيجيبوا له؟ بيجيبوا له 14,000 مرتزق، وبيجيبوا له شوية من الصياع اللي الآن حنحكي لكم عليهم، أو لمس في المطرد، هذا خشوا للمطرد 10 سيارات من الزاوية، 2 لاميس و8 مصفحات، وقفوا في سمافر المطرد، وبعدها خشوا في اتجاه المصيف أو لمس هذا، وهم في الطريق ضربوا 5 سيارات مدنية، ومن بينهم سيارة ميليشياوي يتبع بركان الغضب اسمه محمد عاشور النكوع، وحتى هو طبعا مهرب بشر ومجرم كبير، ومع ذلك خاف منهم وركب في سيارته فيري كروز بيضة بدون ما يقدر يدوي لهم ولا كلمة، مشوا لعند مصيف المطرد بيقبضوا عليه واحد من صغار العروسي، فهو رمي عليهم وهرب معاش القوه. بعدين رجعوا الساعة 3:30 الليل يضربوا بالشلكة بين الأحياء السكنية ويروعوا فيه سكان المطرد. أمس رجعوا العشية لقوا بوابة في سمافر المطرد تتبع ناجي الصادق التريكي، هذا كان زمان حارس للقدافي والآن أصبح حارس للجويلي. الجويلي بيدير بوابات في المنطقة الغربية باش تتبعه هو. جو ميليشيات الزاوية ضربوهم ولزوهم وقالوا لهم ممنوع عليكم من زوارة، من لعند مشارف زوارة من الزاوية، أي واحد يدير بوابة ما يكونش آمرها الفار والله واحد مص عليك. اللي هذا هو السبب، سبب الاشتباكات يا محمد المندلعة منذ يومين بين ميليشيات الجويلي وميليشيات من الزاوية. أم أن هناك أيضا صراع على خط تهريب وقود أو ما شابه ذلك؟ لا لا، هو الموضوع هذا موضوع منفصل، في مشاكل أخرى بيناتهم، لكن أنا بنوضح لك اللي صار أو لمس في الليل واللي صار أمس العشية. لما رجعوا لزوا البوابة وبعدين لقوا مواطن يصلح في حفرة في الطريق لزوه، قالوا له ما لكش علاقة بها، هذا شغل المواصلات. وبعدين اتجهوا للمصيف مرة تانية، وهم في الطريق كانوا يمشوا بشوية اجتازهم ميليشياوي اسمه محمد التريكي، فهم اجتازوه وسكروا عليه، قالوا له حشاك احنا سيادك الزاوية يا كلب، ما بكيف تجتازنا، وهذه قلة تربية وقلة أخلاق منك. ضربوه طريحة وفكوا منه المسدس متاعه البرازيلي، وبعدها ركب في سيارته زي الراجل الطيب وقال محكم علي أني آسف. اللي دخلوا طبعا الليلة الأولى 3 ميليشياويين، عبد الرميح ودريس لوكا وعبد الباري بالحاج. اليوم اللي بعده جو مجموعة ميليشياويين تانيين، ولما وصلوا للمصيف قال لهم المجرم عبد الرميح لأصحاب القهاوي سكروا، السنة هذه ما فيش حد يخش للمصيف إلا الزاوية. لما يقول الزاوية ما يقصدش سكان الزاوية، يقصد ميليشيات الزاوية طبعا. فلذلك الناس خافوا وسكروا القهاوي. بعدين مشوا للمقطع الجزء اللي في المصيف بالبلوك، هذا يتبع ميليشياوي في بركان الغضب كان معاهم ويأيد فيهم اسمه حيدر جبران، آمر يعتبر الشخص هذا آمر ميليشيا البركان في المطرد. طبعا قالوا له تطلع من المصيف ويديك فوق راسك ونلقوك هنا نقصولك رجليك، قال لهم حاضر أوامركم.
أسيادي سبحان الله من أعان ظالما سلطه الله عليه. طبعا المطار ده عندهم فلوس وسيارات وسلاح من أيام العروسي ومن أيام نزلوا من الجبل، فما يبوش يكونوا تبع للزاوية زي مناطق ما فيهاش قوة زي الحل الصابرية وزي الحرشة وزي بوعيسة وزي المناطق هذه. فرزرعوا المجرمين لنشر الرعب في المنطقة. على سبيل المثال جامع مصعب بن عمير تجي كل يوم فجر تجي لبوة مفخرة بيضة مضروبة من على اليسار من الخلف، يصلوا الفجر حاضر في جامع مصعب بن عمير، وبعدين يمشوا للمتلت اللي قدام المدرسة يوقفوا، أول ما يجي واحد يمشطوه، ياخذوا منه نقالاته، ياخذوا منه فلوسه، ياخذوا منه كذا. هذا أصبح بشكل يومي في بوابة المباحث الجنائية سابقا لما كان الجيش وكانوا يقولوا للشخص من فضلك وراقك ويعاملوا بالناس باحترام. حاليا مدنيين واقفين دايرين بوابة ومعهم مدرعات لميس، ومرة مرة يجوهم توكات سوريين ويديروا في سبلة للناس، عندك وراقي ناقصات، أدفع 300، أدفع 200، يعني قطع طريق عيني عينك. وهم نفسهم هذيما لما يسكروا في الليل يبدو يرموا على بعضهم ويبدو يهجموا على بعضهم. أو لمس هاجمين على ورشة سيارات في منطقة أم الحشان في صرمان، سرقوا سيارات عطلات رفعوهم. طبعا أيضا ميليشيات الزاوية لما يسكروا كل يوم يبدأ الضرب بيناتهم. صرمان وصبراته أيامات الجيش كانت الحركة التجارية، كانت الناس كاساتها معبية فلوس ويطلعوا في الفلوس ويخشوا، كانت الناس تبيع وتشري. الآن الناس ما يقدروش يخلوا سياراتهم قدام الحوش. تصور في المنطقة الممتدة من الصابرية والحرشة والمطرد إلى عند زوارة. زوارة طبعا فيها ميليشيات لكن كمدينة آمنة داخل، وأهل زوارة حاربوا الجريمة وحاربوا المجرمين. لكن في المنطقة اللي فيها ميليشيات الزاوية السيارات الخرخاشة أو السيارات المدربقة غالية سعرها. الآن الناس باش يطلع يقضي مشوار يدوروا السيارة اللي تسوى 500 و1000 جنيه و1500 يدوروا فيها الناس، لأن هذه أأمن طريقة باش يحموا نفسهم شوية من الإجرام. ولكن بنوجه رسالة حتى لأهلنا في مصراتة، إن في ظل غياب الدولة أراه كلكم خاسرين، واللي صاير في الزاوية حينتقلكم في مصراته. أنت تعرف أن الزاوية أخطر من كولومبيا، من أخطر المناطق في كولومبيا ومن أخطر المناطق في أمريكا الجنوبية. تصور زوز من ميليشيات والله المهم شخصين تلاقوا في شارع عقبة، تلاقوا في زنقة، هذا يقول لهذا وخر وهذا يقول له لا أنت اللي وخر. نزل واحد منهم وقتل الثاني ضربه بطلاقة في صدره مات وخلاه في سيارته، مش حتى بعد مثلا ندم وقال نسعف والله حاجة. في شيء اللي حضير تعارك وزوز من اللي يغسل سيارة الأول، واحد منهم شد على الثاني كلاشن، الثاني قال لا لو أن حولت الكلاشن وما قتلتنيش راهو بنقتلك، وفعلا حول من عليه الكلاشن وقتله. والإجرام في الزاوية بالذات كل سبب المفتي المعزول، المفتي الضال، المفتي الصعلوك، المفتي هذا راهو واحد صايع يا جماعة. مشوا لأهالي الزاوية وقالوا له يا سماحة المفتي عندنا مجرمين، أول ما بدت تكتر الجريمة في الزاوية قالوا له عندنا مجموعة من المجرمين يشكلوا خطر على المجتمع، ضايقين على الدم، هل نبوا منك فتوى أن احنا نصفوهم؟ طبعا الموضوع هذا يبي ناس عزمها قوية، مش أي واحد حتى بفتوى. بدل ما المفتي الضال المسعور يقول لهم والله ما دام مجرمين ويقطعوا في الطريق وصياع ويضايقوا في الناس ويشكلوا خطر على المجتمع، ما بدل ما يعطيهم الفتوى يقول لهم لا والله حتى لو كانوا مجرمين فإنهم طوار، وبالتالي فإني لا أستبيح دمهم ولا أفتي بقتلهم. وآخر فتاوى تباهي الناس اللي يقتلوا فيهم. لا أعرف ما تكون استمعت لآخر فتاوى المفتي المعزول الصادق الغرياني، قبل قليل أفتى بقتل أسرى القوات المسلحة بذريعة أن هؤلاء كافرين. الراجل هذا هبل، الراجل هذا مش طبيعي. الجرائم اللي صارت في ترهونة جزء كبير منا انحمله لهذا المفتي المعزول. طيب هو اللي قال لهم
ترهونة هذه تخدم في العمل الصهيوني وفي المشروع الصهيوني، وترهونة أشرف منه هذا الكلب العميل. أتصور قد ما صارت من سرقات ومن جرائم ومن بلاوي حرف، ما طلعش قال حتى غلط، حتى عيب عليكم، حتى ما يجيش. طيب. يا راجل، الراجل هذا أصبح مسعور، أصبح مجنون، ما هوش طبيعي. الراجل هذا مفروض يسكروا عليه. يعني القاتل بدأ يفتي في اجتياح المدن، يفتي في القتل، في التدمير في المناطق. تصور يا راجل، بنحكي لك قصة بسيطة عن الجرائم اللي تصير في طرابلس، واللي هذا المفتي المعزول لا يمكن تسمع يتكلم عليها. طيب محمد، حتى استثمر فقط فرصة وجودي معك لدي آخر دقيقة. لدي معك 8 دقائق، في جزئيات أريد أن أفتحها معك. على سبيل المثال أريد أن أسألك عن القاعدة العسكرية التي يطمح الأتراك لبنائها في مدينة مصراتة، ما هي معلوماتك على هذا الأمر؟ أيضا أريد أن أسألك على عملية إهانة وتعذيب العمال المصريين، من هي اسم الميليشيا التي أقدمت على هذا السلوك؟ طبعا خلي اوكي، حنجاوبك على سؤالك، لكن بنحكي لك على هم يقولوا حررنا طرابلس. اللي يكلم فيك على بعد 5000 كيلو ويقول لك احنا طرابلس والطرابلسيه وحرر، قول له يجي يعيش معاكم، يمشي لسبارطه، يعيش في سبارطه. قصدي امس او لمس، عفوا مش امس، وليد اسمه محمد بشير القماطي ماشي على حاله في شارع الكريميه، دار حادث مع ميليشياوي عنده سياره 27. الولد هذا سيارته بام فيا 5 بيضة. الميليش الناس تفرجوا على الحادث، جالسين قدام المحلات، شافوا الحادث وشافوا ان صاحب التيوتا صعلوك الميليشياوي ولد الحرام هو اللي غلط. نزل الشخص هذا اللي هو الولد القماطي اللي يسكن في وسط الشعال، يده مكسورة، ومع ذلك ما تهجمش على الميليشياوي ولا قال له شيء، قال له كلمة واحدة الحمد لله على السلامة. الميليشياوي يسحب يستعيد توازنه ويسحب مسدسه ويضرب طلقتين في رجله وطلقه في صدره. لما طاح جزء من اصحاب الدكاكين جو بيسعفوه. الميليشياوي قال لهم لو حد منكم يسعف والله يقرب منا بنكمل عليه. اجا هذا هذه الجرائم راهي تصير يوميا. انا ممكن نطلع معاكم بشكل اسبوعي في بعض الجرائم ما نلحقش عليها، وخاصه لانك تتوقع ايضا تصاعدها، تصاعد وتيرتها في الايام القليله القادمه. نعم. بعد احكام هذه الميليشيات. نعم. السيطره على الغرب الليبي للاسف. لكن سالتك عن القاعده التي يطمح الاتراك لبنائها. نعم. في مصراتة، معلوماتك على هذا الجانب، هل نتوقع ان تتحول مصراتة الى مركز المستعمره التركيه في غرب ليبيا؟ نعم، هي حاليا هم القواعد يخشوا يطلعوا بدون ما يحتاجوا قاعدة، يعني هي تعتبر ملك ليهم. هذا الجزء الأول. الجزء الآخر الأخطر من القاعدة البحرية هو الإمارة الداعشية في صبراتة. حاليا الدواعش اللي أرسلها أردوغان متمركزين في مقر معسكر البراعم، ومتمركزين في استراحات غابة الليل، ومتمركزين في مقر غرفة مكافحة الدواعش سابقا. تصور كانت أيام الجيش غرفة مكافحة الدواعش، الآن أصبحت مقر للدواعش نفسهم. مشرف عليهم داعشي في صبرات اسماء منير حوا، حاليا مسيطرين على منظومة الجوازات ومقر الجوازات، ما يخشلاش حد إلا هم. ربما يبوا يزوروا بعض جوازات السفر للدواعش. والأخطر من ذلك إنه يشرف سلاح بأي ثمن. أي واحد من سكان صبراتة والزاوية والمنطقة ذيك يعرف إنه يلموا في سلاح من الناس بشكل غريب ومش معروف من اللي يمول فيهم. يجندوا في أفارقة من غير المرتزقة السوريين، زي ما دار فضليتنا عبد اللطيف برينجو البارح الساعة 2 في الليل، هجم على مقر العمال فضليتنا الأفارقة اللي خلف كلية الاقتصاد، واحد يسكن يخدم في الياسة وواحد يخدم في البلوك، رفعهم عنوة للجبهة وقالهم لازم يا أما بيستخدموهم كدروع بشرية يا أما بيعطوهم سلاح وبيقولوا مرتزقة هذين شديناهم جابهم حفتر. البارح سكان زليتن يسمعوا في الدوشة وراء كلية الاقتصاد الصعلوك عبد اللطيف برينجو، وهذا نفسه كل يومين ثلاثة يحفر في 25 قبر في مقبرة الشيخ عبد السلام الأسمر في زليتن، وفي مقابر في مقبرة السبعة السبعة يحفروا فيهم في الليل. طيب. ومن غضويتها يجيبوا في دواعش سوريين ولا كذا ماتوا ويدفنوا فيهم يجندوا. إيه محمد، طبعا المجر. نعم فقط أريد أن أسألك، يعني هناك. نعم. يعني سلة كبيرة من الجرائم التي ارتكبتها الميليشيات، مع ذلك أنت استغربت قبل قليل أن هذه الانتهاكات
لحقوق الإنسان لا تحظى باهتمام منظمات معنية بهذا الأمر في العالم أو من قبل بعثة الأمم المتحدة أو غيرها من الجهات المسؤولة، وتستغرب من هذا الأمر. لكن جزئية عملية الانتهاك التي حدثت، سوء المعاملة الذي حدث مع العمال المصريين، سلط الإعلام الضوء عليه. عملية التكيل بهؤلاء، ما هي معلوماتك عليها؟ من هي الميليشيا التي قامت بهذا الأمر؟ وهل تعتقد فعلا أن باشاغا قادر على محاسبتها؟ هو طبعا في سيناريوهين. السيناريو الأول يقول أن باشاغا خاف من ردة الفعل، وأن يديروا في جميع العمائل والجرائم والبلاوي الحرف ضد الليبيين، ولكن هذا الأمر هو مسرحية حسب توقع إني. هذا طبعا في تفسيرين، لكن التفسير الثاني اللي إني اقتنع به شخصيا أن دار الفيلم هذا بيش يظهر نفسه قدام مصر وقدام بعض الدول بأن هم قادرين على الحكم في الميليشيات، وأن تحت السيطرة، وأن في وزارة الداخلية تحكم، وأن تهو أن تحداها إني طلع مسجون من كارة يصعلوك يا عجلاتي، هذه ما أنت درتهم في الإعلام بيش تحقق بهم مكاسب سياسية. في إصطاب الناي في مصر اسمه أحمد عزت، في خاطفة السعلوك أحمد البوسيفي اللي يخدم في النواصي ويخدم له في استراحة متاع مراد عبد الكافي، اصطاب سيراميك تاني اسمه محمود أيضا، محمود رفعت. أمس بس الميليشياوي أحمد البوسيفي متاع النواصي خاطف ثلاث عمال مصريين وحطهم يخدموا بالقوة في استراحة السعلوك المجرم مراد عبد الكافي، اللي ممكن يبي 10 حلقات لو نتكلم عن جرائمه. لكن في فرضية أن يكون فتحي باشاغا وزير داخلية السراج قد دفع هذه الميليشيا للقيام بهذا الأمر لاستغلال هذه الورقة سياسيا كنوع من الدعاية السياسية له. يبي يفتح حتى تواصل مع مصر هو، ويبي يدير دعاية الروح أنه قادر وقوي وأنه يحكم في الميليشيات وأنه عنده مكانة وأنه عنده كذا. نعم، اسم الميليشيا هذه داخل مصراتها معروف أم لا؟ أنا الميليشيا اللي شفتها ربما المكان مكتوب، لكن هو أحيانا ما تكونش ميليشيا، أحيانا يكونوا مجموعة صياح. هو يا راجل عائلة ساكال في مصراتة قتلوا منهم 11 شخص، والعجلاتي نقز في حشانهم احتلهم، داروا جريء في الجرائم اللي صارت في مصراتة اللي ما حقتش نحكيها اليوم. من بينهم فتاة اسمها خولة خطفوها فقط لأن خوالها قدات فإلى يومنا هذا، ومن اللي دارها دارتها ميليشيا باشاغا. فلذلك باشاغا الاستراحة اللي تكلمت عليها أنا في سيدي مبارك كلهم مجرمين وسكارة ومتاعين زروط، فما يغلبش ما يعجزش هذا الصايع أن يجيب 10-15 زي، فمش بالضروري أن يكونوا تبع ميليشيا معينة. ما مركز شرطة في أقل من دقيقة محمد اللي تحديت الحل في أقل من دقيقة، فتحي الربعي الإرهابي متاع صرمان هجم على مركز شرطة صرمان الجنوبي وقال للشرطة أوقفوا استعداد، وقعد يسب فيهم لأن في عقلية الشرطة كفر ولبس الشرطة كفر. مركز شرطة الغيران في مصراتة اللي تحديتهم الأسبوع اللي فات أنا وقلت لهم الاستراحات اللي في السكت اللي فيها العصابات والمجرمين والصياع والزروط والمضايقين الناس، انت حداكم تمشوا غادي، بعت دوريات علي الفيتوري مدير مركز شرطة الغيران الصياع اللي في استراحات السكت فكوا منا الدوريات متاعها واتصلوا به الشرطة قالوا له بعث لنا تكاسي تروح بينا. الفوضى هذه يا أهلنا في مصراتة حدادة في أتمنها، وليه اللي قلت اليوم من الجرائم ما يسويش واحد من الألف اللي عندي. تمنى صحيح يكون عندنا حلقتين والغريب أنه كل هذه الانتهاكات اللي لحقوا عليه والتجاوزات والفوضى تتم داخل مدينة مصراتة، مع ذلك الإعلام لا يركز كثيرا عما يجري هناك، يبدو أنه في سياسة تكتيم ممنهجة تمارس على المدينة. لكن بالتأكيد في جعبتك الكثير، في حلقات قادمة سنفتح الملفات كلها بإذن الله معك الإعلامي محمد محيسن ضيفي عبر الأقمار الصناعية. شكرا جزيلا لك. مشاهدينا بإذن نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث. في ختامها تقبل تحيات معيد هذه الحلقة أحمد سالم، تحياتي أحمد القماضي في أمان الله.